إذاعة ميديان نرحب بكم أصدقائي صديقاتي والسلام عليكم مرة أخرى وحصة جديدة أكيد غتكون متميزة هاد الحصة مع ضيفة متميزة ضيفة اليوم موزايك اللي غادي نتعرفوا عليها من خلال هاد اللقاء المباشر دائما على ميديان هاد اللقاء اللي غادي ياخذناه إلى حدود الساعة الخامسة ضيفتي هي فنانة مغربية علاقتها باللون الأندلسي حميمة غيت غنته قدمته بشكل جميل لقى استحسان الكثير من الناس هي تتحضر لماجستير بالكيمياء الصناعية هي تتوي الغناء والطرب هي من بين نساء القلائل وسط الرجال اللي تقدموا هذا الفن والطرب القديم ضيفتي شكون هي؟ زينب أفلالة لحاضكم تجرى هنا في الحشا في الحشا ولا حظنا يجرى حكم في الخدود في الخدود جرح بجرح يحسب ذابذا ذابذا فما الذي أوجب جرح الصدود جرح الصدود هلا رحمتم عاشقا دانفا دانفا يسهر بالليل وأنتم رقود أنتم رقود تبارك الله عليك زينب أفيلال ومرحبا بك في موزايك على ميديا مرحبا وبارك الله فيك وسعيدة بتواجد ديالي معك أخ منتصر مرحبا بك قبل ما نبدأ هذه الجلسة غادي نكبوا لك ويستاتي لان هاد العشيه غادي تكون نغمه واتاي وكذلك الغناء الجميل وكذلك غادي نتعرفوا عليك زينب أفلال من خلال برنامج موزايك انت مع الشق اتاي ولا لا وما يمكنش اللي كيكون كيغني الموسيقى الاندلسيه خصو يكون كيشرب اتاي اجي علاش ايوا هذا السؤال علاش ديما يا اتاي حاضر والحلوه وكل شيء ديما اتاي بصحه اتاي والحلوه علاش ما نكونش القهوه ولا المناضه مع الاله دابا الاله شي نعم. حاجه شي حاجه تراثيه نعم. شي حاجه ديالنا في الثقافه ديالنا نعم. واذا جيتي نشوفو حتى في ديك السينيه اللي عندك تما منزله شنو كنشوفو كنشوفو براد مزيوان مع الدل يعني تقليدي ديالنا والكويسات ديالنا اذا كلشي تقليدي كيمشي مع بعضو والحلوة شوف راه حتى الحلوى اليوم درناها بلديه ايوا داكشي كيمشي مع بعضو تبارك الله عليك الا حاجه اللي درتي فوس نوت شنو هي ما جيتيش بالقفطان المغربي الحلبه عاود ما جاتش البروده نبغي نقولوا للمستمعين من هذا اللقاء ان شاء الله راه هو مصور ويمكن لكم تلتحقوا بنا عبر صفحه الفيسبوك وطرحوا الاسئله اللي بغيتوا لضيفه موزايك زينب أفيلال أفيلال وماشي أفيلال ياك أفيلال بالضبط أفيلال يعني أفيلال منين جات الأصل ديالك أنت من تطوان أنا من تطوان نعم. بالضبط والأجداد ديالي وجدود ديالي في تطوان وإنما الاسم إذا جينا نشوفه ما جي من كلمة تفيلالت يعني نعم. من بقى تفيلالت نعم. يعني وانتقال ديالو انتقل عبر الهجرة و يعني الناس اللي انتقلوا مشاو للجبال ضد الشمال ومن بعد جاو تطوان نعم إذا مرحبا بك وحنا اليوم غنتعرفوا على شخصية ديال زينب أفيلال زينب أفيلال اللي دارت البوز من خلال الحضور ديالها كانت ضيفة من في برنامج من أشهر البرامج يدعو على في الوطن العربي اللي هو كلام نواعيم ودرتي البوز غادي نرجعوا لكلام نواعيم والحضور ديالك المتعلق والمشرف للفتاة المغربية وكذلك لهذا اللون الموسيقي اللي تتحافظي عليه اللي هو الموسيقى الأندلسية المغربية انت من الصغر انت ملوعة بالآلة بالضبط من الصغر من الصغر امتى بدات هذا هي انا بديت في جوق محمد العبيد 58 نعم. المعهد الموسيقي بتطوان نعم. بديت في 2001 يعني نعم. ملي كنت طفله عندي 10 سنين بديت مع الجوق نعم. والحمد لله انا مازال كنكبر في الموسيقى الاندلسيه ياك اذا احنا عندنا لك اول مكالمه لك مع واحد السيده يمكن تتعرفيها واللي غتكلم لينا على زينب أفيلال هي البنت العم ديالك انتصار العشيري اهلا بك في موزايكا السلام عليكم وعليكم
عليكم سلام سيدي منتصر تبارك الله عليك. الله يبارك فيك منتصر. الله الله على صباح هذا ياك الله يحفظك لاله تبارك الله عليك. فرصه سعيده هذه يا سيدي، فرصه سعيده. تننا لا احنا فرحانين بانك تتواجدي معنا، وفرحانين بزاف لين معنا زينب افيلاله. الله يبارك فيك ويطول عمرك سيدي. الله يبارك فيك. اذا زينب افيلاله بن خليواش يتهضر على راسها، انت بحكم بنت عمتها تكلمي لينا على الصغر ديالها والولوع ديالها بالموسيقى. امتى بدا؟ هي قالت لك 10 سنين صافي بدات تغني. حبدا انك بدا قبل شويه. ياك عاودي لينا، يلا عاودي لينا، عاودي لينا. ربما زينب افيلاله ملي كتكلم على الموسيقى الاندلسيه كتنسى واحد الشق من الحياه ديالها اللي حنايا، لان بحكم انني كبر منها زينب بنتي. نعم. ملي كنهضروا عليها راه كنهضروا على واحد، عندي واحد الصوره ديالها وهي عندها 4 سنوات. نعم. كتغني في العرس العمه ديالها، عمتها اللي هي خالتي، كتغني اغنيه بتونس بك. الله وصافي غادي نسمعوها اليوم، غادي تغني لينا. بهرت الحضور اللي كان في العرس. نعم. لان هي صغيره جدا وهي كتغني ديك الاغنيه هذيك وكلشي كيصفق. نعم. ويا سلام عليها، ما دهشت لا من الحضور ولا حتى شي حاجه، تبارك الله عليها. وانا كنشوف فيها واحد المسيره ديالي اللي انا ما قدرتش نكملها، ولا يمكن زينب كتشبه لي بزاف واحد في الجانب الفني والجراه، وانا فعيله جمعويه جريئه، ومن الصغر ديالي وانا هيداك كنشارك في الحفلات، وهي تبارك الله عليها نفس الشيء عليها. كنا دائما انا والام ديالي كنشجعوها. نعم. كنمشيو معاها الحفلات، نعم. كتكون شي حفله مدرسيه ماما كتعدل لها وتديها، وهي دائما مهتمه بهذا الشيء هذا. دابا انت تتقولي انت سمحي لي، دابا انت تبارك الله فعيله جمعويه، وقلت تقولي هي عندها الجراه، راه انت خاصك تكون عندك الجراه، علاش ما كملتيش وشفناك الغناء؟ لا احنا تبارك الله ديك الشيء عندنا موروث. عندنا ديك الشيء موروث تبارك الله، البنات ديال العائله كاملين، الاخت ديالها حقوقيه، راه تبارك الله علينا كاملين الحمد لله. وخليتوها هي تبارك الله، راه تبارك الله هي راه تتحضر الماجستير ديال الكيمياء الصناعيه. غنرجعوا نتكلموا على انا فنانه مثقفه. يعني الغناء هي اللي زعمات وصافي. كانوا عندنا حنايا دندانات، انا بالنسبه لي كان عندي مشاركات صغيره هيدا في الحفلات المدرسيه. نعم. نعم. ولكن يمكن ما استطعتش انني نكمل. نعم. هذا، ولكن الحمد لله انني جبرت بنت حبيبي اللي كملت تبارك الله ووصلت، وحنا كاملين كنشجعوها. شكرا ربي يخليك. أسرة. نعم. فنية، ملي كتكون شي مناسبة كان كيكون الحضور ديالنا كاملين. وكنتذكر واحد النوبة، اسمح لي الأخ منتصر إذا كنت تطول. لا لا تفضلي تفضلي. واحد النوبة كان شبيبة الرياضة عملت واحد الحفلة غنائية، ولكن حددوا السن ديال المشاركين فيها، بما أن زينب آنذاك كانت السن ديالها أصغر من أنها تشارك. نعم. يعني عجبهم الصوت ديالها والجرأة ديالها، وشاركت كضيفة شرف. نعم. في السهرة. نعم. وملي شاركت في ديك السهرة هذيك، خال ديالي حبيبي قال لي خيلها انتفر، أنا مصورة، قال لي خيلها بتصور لي زينب غادي تغني اليوم واحد الغنية في مجمع. شنو كانت الغنية انتفر؟ أغدا ألقاك. وحنا غنهديوها ليك وتنشكروك لاله انتصار. غادي نهديو لك غدا ألقاك مقطع مع ضيفة موزيك زينب أفيلاله. بقي في الاستماع، وتحياتي إلى العائلة بتطوان والمستمعين ديالنا بتطوان. كنهنيك على هاد البرامج. الله يكثر خيرك لاله، واستمعي مقطع من أغدا ألقاك مع ضيفة موزيك الآن. شكرا. هي زينب أفيلاله. ايوا انت غادي مع الخمسه عاودي اتصلي بينا وقولي واش تهلينا فيها. اوكي. ها هي غتغني لك وغتغني للمستمعين. بزاف الناس ما يعرفوهاش بانها تتغني كذلك الكلاسيكيات. حنا غادي نديروا لها ثاني نشوفوا هذه النافذه. دابا ديتيني سنين اللور. نرجعوا سنين اللور بهذه الذكرى الجميله. وشكرا لك انتصار، بارك الله فيك. الله يجازيك بخير سيدي. بسلامه. حنا مع زينب فيلا درينا شي مقطع من غدا القاك البنت عمتك والمستمعين. مرحبا. مرحبا. غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غد، غدا ألقاك يا خوف فؤادي من غد، يا لشوق واحتراق في انتظار المواعيد. باك علينا.
L'invité de Mosaïque. هي زينب فيلال البنت مدينة تطوان. هادشي اللي قالوا بنات نواعم. أيه داكشي اللي قالوا بنات نواعم بالضبط. حقهم ما قالوش تطوان، قالوا تطوان. تطوان. إذا زينب فيلال حنا معك إن شاء الله إلى حدود الساعة الخامسة. حنا عرفنا الصغر ديالك يعني الولوع ديالك بالموسيقى و راه أنت قلتي 10 سنين ولكن هي بنت عمتك قالت لك لا راه بدات قبل ملي كانت 4 سنين. أنت العائلة صندوق. هادشي اللي لاحظتيك صندوق لانك كبرتي في واحد الوسط عائلي موسيقي خلاوك واخا انت مع عائله زعما لان تنعرفوا بان في العائلات المحافظه في العائلات الكبار ما تيخليوش البنات يزعموا انهم يزعموا بناتهم يغنيوا في الحفلات يطلعوا على مسارح او كذا وكذا يعني هما صندوق بالضبط صندوني بشرط اللي هو قرايتك كان عندهم واحد الشرط يعني صراحه بالنسبه للوالد ديالي ولا الوالده ولا الاخوه ولا حتى الاستاذ ديالي الاستاذ محمد الامين الاكامي كان عندهم شرط انك اذا بغيتي تغني وبغيتي تعمل هذا الشيء هذا حيتاش كيعجبك عطيني النتيجه في الاخر ديال العام قرايه يكون النتيجه في الاخر ديال العام واحد النقطه هو العتبه ديالها نعم. ما ضبطش عليها اذا ضبطت عليها ما كاينش موسيقى نعم. والحمد لله يعني حنا في ديك الوقت كنكون الواحد باقي صغير ما كيقولش كيضغطوا عليا ولا شي حاجه وانما مع الوقت كتشوف ان ديك الناس شافوا واحد الحاجه اللي انت ما كتشوفهاش كان عندهم بعد نظر انه كيقول لك قرا وغني دير لاباز الاساس لان الفنان بالضبط لان نعم. الفنان اذا كان فنان وهو مثقف نعم. ماشي بحال الفنان وهو ماشي مثقف نعم. لهذا دائما كانوا نقدروا نقولوا حتى العقوبه في الدار كانوا عندهم العقوبه سهله ليلي اذا عملت شي حاجه ماشي هي هذيك ولا شي بيتيز هكذا كيقول لك صافي اذا ما كاينش المعهد ودائما بقيت هكذاك مزيه الموسيقى بالحق خصك تقرا نعم ودائما كانت هي العقوبه ديالي انهم يحرموني من الموسيقى اذا قريتي تبارك الله وانت الان تتحضري الماجستير بالكيمياء الصناعيه بالضبط واش جاب الكيمياء الصناعيه الغناء الطرب الاندلسي شنو الكيمياء ملي قبلتي الباك ملي قبلت الباك عملت الكليه ديال العلوم التقنيات هنايا في طنجه قريت تخصص مات فيزياء كيمياء تبارك الله ومو هذاك الشيء تخصصت في الكيمياء لان اصلا هي الماده اللي من دائما كتعجبني دونك الواحد حين كيختار الحاجه كتعجبو كيمشي فيها بعيد نعم. والحمد لله كملت في نفس المجال كيعجبني اخترته عن اقتناع كيما اخترت الموسيقى والموسيقى الاندلسيه بالضبط اخترتها عن اقتناع وهي اختارتك كذلك طبعا تلاقيتو في تطوان حاجه طبيعيه شو واحد غادي يتلاقى بالموسيقى الاندلسيه حاجه طبيعيه التقى في هذا تبارك الله بهذا الماجستير انت تتحضري ديال الكيمياء الصناعيه يعني دابا انت خديتي دابا واحد الاتجاه الفني لان تبارك الله انت وليتي عندك حضور قوي على الساحه سواء في المغرب او خارج الوطن تتمثلي لهذا النوع الموسيقي يعني الا وخيروك بوست مزيان ملي غادي تخرجي اون فوا افيك الماجستير والغناء شنو يا اما البوست ولا الغناء لا شنو ديري لا ما يمكنش ديريهم بجوج غادي نختار البوست وغادي نغني تغني الويكند نغني الويكند شتي لا اصلا غالب الصهات كيكونوا في الويكند نعم. دونك القضيه محلوله ما كاينش مشكل حتى مع المتعهدين الحفلات اللي كانوا تقول لهم برمجوني السبت ولا الجمعه عطوني السبت والحد مزيان ياك وحتى هاد الناس اللي غادي يشغلوك راه يكونوا فرحانين بانهم عندهم فنانه كبيره ومتميزه انت مره تولي في اجتماعات غتولي تغني لهم ما غاديش لا من هاد الناحيه هذه انا واخده موقف في الموسيقى نعم. فصلها نهائيا على الدراسه والدراسه فصلها على الموسيقى دابا مثلا في الكليه كاين اللي كيعرفني مثلا كنغني وانما عمري مثلا ما نغني في الكليه ما عمره ما قالك شي استاذ يغني لينا فلان في هكا جالسين طلبه لا ما كنبغيش ولكن قالوا لك بس بقات قالت لي بحق ما كنبغيش علاش نوت تخجلي ماشي ما تقولش على الحشومه لا كيعجبني نفصل الامور على بعضها نعم. يعني الموسيقى موسيقى في المسرح ديالها في المطاع ديالها في بالظروف ديالها والقرايه في مطعه بالظروف ديالها وبالامور ديالها نعم اذا علاش اختاريتي هذا الماجستير بالكيمياء الصناعيه ما اختاريتيش حاجه اخرى اللي تكون قريبه للفن يعني صحفيه او ما عرفتش انا هي مخرجه سينمائيه او موزعه موسيقيه ولا ما عرفتش هي قضيه ميول يعني كما كنقولوا ماشي سهل ماشي اجي يكون طبيب ماشي اجي يكون اعلامي ماشي نعم. اجي يكون صحفي نعم. كل حاجه والميول ديالها يعني نعم. مثلا انا مثلا الميول ديالي للكيمياء او لشي حاجه علميه ما غادي نقدرش نعطي مثلا في شي مجال واحد اخر نعم. بما ان الميول ديالي كان في الكيمياء شفت ان السوق وتطور البلاد مع التنميه البشريه نعم. المغرب الاخضر كيميل ان كل ما هو ايكولوجيك مع المحافظه على البيئه وداك الشيء اذا ملت ان الكيمياء اللي كنطبقوها في هذا المخطط اللي احنا ماشيين فيه باش كل واحد ماشي مع تطور بلاده تبارك الله عندك رؤيه واضحه عارفه شنو باغا
اكيد اكيد هذا ما تيخلقش بعض المرض مشاكل حتى ماشي ثقه بالنفس. يعني هي مزيان الواحد يكون عنده ثقه في الناس باش يعرف راسو فين غادي، ولكن عاوتاني الناس ما تعجبهمش الواحد اللي تيكون امامهم تيقول لك وهذاك تيق براسو. هي سيف ذو حدين، انت شنو تقولي على هذه القضيه؟ تيق فاسي يعني تيق فاسي انني ها شنو انا، نعم، ها شنو عندي، هالادوات اللي عندي، نعم، الباجاج ديالي شنو هو، نعم، وها شنو خصني. نعم هذه ماشي ثقه في النفس، وانما الواحد واضح كيوضح واحد الرؤيه بغارتو ان انا خصني نوصل لهاد الحاجه. اذا خصك تعملها. اذا مستمعينا الكرام تنرحب بكم مجددا، وحنا ما زلنا مع ضيفه موزايك زينب افيلال. من هنا جوج دقائق كاين موجز اخباري، وبعدها سينما بلال مرميد. غنديروا معك وقفه موسيقيه. انا قلت لك اما العمل ديالك ملي غتاخذي الماجستير ديال الكيمياء الصناعيه والغناء، والله لو خيروني شنو هتقولي؟ والله لو خيروني في محبتكم ما اخترت غيركم. إذا غنستمعوا لها ورجع لكم مستمعينا الكرام وضيفة موزايك زينب أفيلال. رجعنا لكم مستمعينا الكرام مرة أخرى مباشرة من ميديا برنامج موزايك، ونحن مع زينب أفيلال. فين وقفنا؟ وقفنا مع بنت عمك، بنت عمتك. يعني من الصغر أنت تتبغي تغني، جاو العائلة ديالك الوالدين قال لك خاصك تدخلي المعهد. لا بالضبط معهد يعني في تطوان، بالمعهد الموسيقي في تطوان، لأن إذا أنا كتهواني كنستهوى الموسيقى دعملت الموسيقى بواحد الطريقة علمية. نعم. ما تبقاش غير تعمل موسيقى هكذا وكان ثم دخلوني المعهد الموسيقي، درتي سولفاج، عملت سولفاج بالضبط. وفي المعهد الموسيقي التحقت بالجوق. كنت عارفة شنو باغا ديري ولا دخلتي أنك ديري السولفاج؟ لا في الأول عملت السولفاج. ولا شنو درتي؟ دونك في الأول عملت السولفاج، بديت كنقرا السولفاج. مع الوقت لقيت أن الجوق كيدربوا في المعهد الموسيقي، فدخلت واحد المرة غير صدفة الحصة التدريب، ثم غادي نتلقى بالأستاذ ديالي اللي هو الأستاذ محمد الأمين الأكرمي، كيدرب الجوق. كان ديك ساعة عنده كورال وكيدرب الجوق على واحد القطعة ولا واحد الصناعة في الموسيقى الأندلسية، ودخلت وعجبني ديك شي، وتما كانت بدود المسيرة. وحنا معنا الأستاذ محمد أمين الأكرمي، رئيس جوق محمد العربي التمثماني للمعهد الموسيقي مدينة تطوان. أستاذ مرحبا بك. أهلا وسهلا سيدي، تشرفنا. بارك الله فيك سيدي، لاباس عليك. هذا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وشكرا لميدي آن، وشكرا على البرنامج موزايك الحقيقة على هذه المواكبة لمثل هذه الأعمال التي تصب في لب الاعتناء بتراثنا الاصيل والمتميز. شكرا شكرا بارك الله فيك، احنا تنحاولوا نديروا الخاطر لكل شيء. اذا استاذ غنرجعوا بك شويه للوراء، واش عاقل اول نهار دخلت عندك ضيفه موزايك للقسم في المعهد، وكيفاش كان اللقاء، وكيفاش تشوفها الان الاستاذ محمد امين الاكرمي؟ تفضل. وفي الحقيقه زين مسائل الفيلال دائما دابا الحمد لله صحه الفنانه، يعني من اول دخله ديال الصاله دي الموسيقيه لفتت الانتباه ديالي. نعم علاش؟ فاش؟ لانها كانت دائما متميزه. نعم لان زينب أفيلال في الحقيقه هي بمثابه بنتي. نعم ولكن ادركت مسبقا على انها تسير في الطريق الصحيح. نعم لانها دائما كتوفر على الشروط التي يجب ان تكون عند الفنان الصادق في فنه. نعم. لأن دائما كانت ذاك الدخول هي اللي معقولة، وهي اللي مشتهدة، وهي اللي متفوقة أداء ولا خلقا ولا يعني المتبعة للدراسة ديالها، يعني لفتت لي الانتباه ديالي. نعم. والتقتها كتبنيتها يعني فنيا، والحمد لله فنيا وروحيا. نوسد فنيا وروحيا، فنيا وروحيا، كما كل شيء كيعرف انتينا الاب الروحي ديالي، ولا نقدر نقول لك با الثاني. تمام بالضبط، هذا نفس الاحساس نفس الاحساس. وحتى انا ما عندي شي هذه، حتى انا ما عندي شي البنيته، عندي وليدات. ربي عطى لك البنيته اللي كيتمنى البنت بحال زينب، كيتمنى كل واحد تكون عنده البنت نفس الاخلاق والنفس يعني السيرة والنفس الأداء ويعني من الاحترام يعني. شوك أنا سيد حقيقة يعني يعني ألنا يعني ألي مدينة تطوان ولي المغرب بهذا الإنجاز الفني اللي كت اللي الحمد لله اللي كت تقوم به زينب أفيلال. وسيد ولولاك ولولاك لما كانت كاينة شي حاجة اسمها زينب في الساحة الفنية، كانت تقدم لك طبعا بالشكر الجزيل والامتنان دائما. الله يهدي
الله وباقي ان شاء الله مزيدا من العطاء. الدابة هذه فتحت ابواب اخرى ان شاء الله، واحد المشاريع جديده فنيه وحنا كنقولوها من هذا المنبر ديال ميدي ان. مرحبا جميل مزيك. الله يكثر خيرك. اذا الاستاذ محمد امين الاكرمي كبرات معاك يعني في المعهد وشفتيها تبارك الله بشويه بشويه تولد دابا متمكنه، صوت جميل، حضور محترم. ايش ممكن لك تقول الان اللي وصلت له زينب افيلان وكما اطلاله جميله طلعت بها عبر شاشه الام بي سي من خلال كلام نواعم اللي مثلت فيه المراه المغاربيه باجمل تمثيل، يعني الحضور، اللباس، الغناء، الكلام، يعني فنانه اللي سكتاتهم هما بربعه يعني بقاو غير هاتي خربقوا في الهضره لان تنعرفهم هذاك ليكيب ديال بنات النواعم. ولكن مع زينب واخا في الاول قالوا لها ما فهمناش الكلام ولكن دابا فهمنا، يعني شنو اش ممكن لك تقول استاذ محمد امين اكرمي؟ اللي يمكن لي نقول هو على ان زينب قدمت واحد الطبق مغربي اصيل. نعم. واحد البرنامج ديال النواعم اللي بالاذاعه ام بي سي، وعطات واحد الصوره جيد جميله لتراثنا العظيم والاول بعدا. نعم. وهي الحقيقه سابقه فنيه. نعم. رائعه سيسجلها التاريخ الفني بمداد من ذهب. نعم. علاش؟ لان اول مره كتوصل الموسيقى الاندلسيه لواحد البرنامج اللي هو يعني معروف على الصعيد العالم العربي وعلى الدولي. نعم. وقدمته واحد الفنانه اللي هي من الجنس النسوي، يعني هذا شرف كبير، ومين من تطوان، وتطوان فين؟ جات في المغرب. إذا قدمت يعني صرفت بالمغرب، يعني هذا واحد الشيء اللي كنا هو أستاذ هو نعم هو أستاذ تشريف وتكليف وميمتون نفس الوقت. نعم بالضبط، لأن هذه واحد رسالة فنية مباشرة، يعني اللي ما قدروش يوصلوا لها واحد بلعب الأباطرة في التراث الأندلسي وصلته زينب أفيلان. الحقيقة هي وصلته بالطريقة المغربية، ما دخلتش مثلا أدت يعني الوصلة الأندلسية عملتها الطريقة المغربية، ما نعم. فيها نعم. في كاردوتون يعني شرقي أو شي حاجة. وهذا ينبغي أن توصل الرسالة الفنية، لأن هذا واحد التراث ما تقفش على المغرب سهل. نعم. هذا واحد التراث راه موروث على الأجداد من جد من جد من جد من جد، وحل كيفية وداز بعدة محطات وتكرفص هذا الفن، ووصل لواحد الوقت اللي هو الحمد لله وصل يعني بصحة جيدة، وكيخصنا نحافظوا عليه ونقدموه بواحد الطبق جميل بحال اللي قدمته الفن زينب أفيلان. ماشي يحبوه خرين، يعني فصحة في الكلام والسلالم الموسيقية في محلها، ما كاينش مثلا شي يجنح شي الانسان الشرقي او لا شي حاجه، لان انا ما كنقولش على الشرقي مزيان، الطرب جميع الطرب كله ممتاز، ولكن كل حاجه نقليوها في بلاصتها. نعم. بالخصوص واحد التراث اللي هو ورثناه خصنا ما نقيسوش نخليوه، لان هذا واحد الامانه في عنقنا خصنا نسلموها للي التي هي اهلا بها. وهما تبارك الله كاينين طاقات شابه اللي هما خداو دابا لو فلامبو المشعل، وها هما يتقدموها. عندنا مثال اليوم هي ضيفتنا هي زينب أفيلان. بقى معنا استاذ، يعني كيفاش كان جا اللقاء؟ كيفاش تتصلوا بك برنامج كلام نواعم؟ كيفاش تلقاوك؟ يعني عندك ماناجير اللي لا ماشي شكون؟ يلا بغيتي تفضل زيني. لا انا طرحت سؤال لزينب ولكن عرفتي الجواب انت استاذ، تفضل يعني. لا زينب هي اولى بالجواب. نعم. لا هما كانوا كيقلبوا في التراث الاندلسي، وفي نفس الوقت كان واحد الاستاذ تما من لبنان كنعرفو، واستاذ في المعهد الموسيقي في المعهد العالي للموسيقى في لبنان. وهو اللي اقترح عليهم، قال لهم ان كاين واحد الموسيقى اندلسيه، وانا تلاقيت بواحد السيده في واحد المهرجان عالمي وسمعتها كتقدم هادشي. فين تلاقيتي؟ فين؟ في مهرجان المالوف في الجزائر. بالجزائر. وتحيه للمستمعين ديالنا بالجزائر طبعا. نعم تفضلي. وتما تلاقينا، وهو اللي اقترح عليهم بلي ها شنو كاين واحد الفنانه ها شنو اسمها، واتصلوا بيا ومشيتي لبنان. ومشيت لبنان. عجبتك لبنان؟ غزاله ياك. غزاله. اذا اسمح لي منتصر. نعم. نشير لواحد القضيه ان الاستاذ محمد الامين الاكرمي، نعم طبعا هو اسم غني عن التعريف، وشكون انا باش نقدم استاذي، وانما هو نقدر نقول لك اللي كيقلب على منجم المواهب. وهو اللي كيكون المواهب في الموسيقى الاندلسيه. تبارك الله استاذ. اللي نقدر نقولوا ان الاستاذ محمد الامين الاكرمي مكتشف المواهب بامتياز، مربي بامتياز، وطبعا كيرجع له الفضل الكامل في تكوين اسم زينب أفيلان، وتكوين بزاف الاسماء لم العازفين المتميزين لم في مدينه تطوان، ودابا اللي تصدرهم بزاف المناطق اخرين. فشكرا استاذ، والله يجازيك بخير، وشكرا على هذه الرساله اللي كتوصل.
الله يعيش على فنية. شكرا الأستاذ محمد أمين الأكرمي، أنت رئيس جوق محمد العربي التمسمني لمعهد الموسيقى لتطوان، وغادي نختموا معك هذه المكالمة بواحد اللحن درتيها أستاذ لأغنية نسيم الوصل ياك، وما نقدموه للمستمعين، وتنتمنوا لك التوفيق أستاذ، وأكيد غنرجعوا لك مرة أخرى. شكرا. شكرا شكرا لكم جزيلا، بارك الله فيك. زينب فيلي، تكلمين على نسيم الوصل، احنا الآن غنستمعوا لها. نسيم الوصل هي قطعة من واحد اللحن أستاذ عملو على الموسيقى الصوفية، يعني هو شعر متصوفة كبار وجمعهم بزاف الأشعار ولحنهم هو، عطالهم واحد اللحن رائع وصوت رائع. أجمل. الله يجازيك. غنستمعوا لك وراجعين لك زينب أفلال، نسيم الوصل اللي نزل على موزايك اليوم.